برضه بتكلم على الاستابيليتي بتاعت السيستم بتاعي. طبعا هي نفس الكونديشن بتاع الباوندد ان والباوند اوت، الاستابيليتي بيتحقق برضه هنا، وهنا بيبقى ابسط شويه، لان عندنا عاده لما بنتكلم على حاجات ديسكريت، لما بنتكلم على سميشن بيبقى ابسط بكتير، وممكن احنا على الكمبيوتر نحسبه، بيبقى يعني اسهل بكتير من انتجريشن حقيقي. اوكي، فنفس الكونديشن بتاعنا بيتحقق برضه، ان احنا عندنا السميشن بتاع اتش اوف اك اتش اوف كي، اوكي، عند كل الكيس بتاعتنا اقل من انفينيتي. اوكي، ده بيحقق لي الكونديشن بتاع باوندد انبوت باوندد اوتبوت، معناه ان انا دلوقتي لو دخلت له انبوت باوندد يبقى لازم يطلع اوتبوت باوندد. اوكي، باوندد تاني معناه ان هو اقل من انفينيتي. اوكي، يعني مهما كبر الرقم ستيل اقل من انفينيتي، يبقى ستيل باوندد. اوكي، ف بنلاقي عندنا ان احنا في لو بصينا على السيستم بتاعتنا، لو احنا عندنا السيستم بتاعنا نون ريكيرسيف، دايما بيكون باوندد انبوت باوندد اوت ستيبل. اوكي، لان احنا بيسكلي مجمع مجموعه حاجات كلها باوندد، يعني الاوتبوت بتاعنا عباره عن سميشن اوف باوندد انبوتس. اوكي، فمعنى كده سميشن بتاع اي عدد من الباوندد انبوتس هتلاقي ان في الاخر هيطلع باوندد اوتبوت. اوكي، العكس بتاع الكلام ده بقى هنلاقيه في الريكيرسيف سيستمز او انفينيت امبالس ريسبونس. النتيجه اللي احنا عندنا فيدباك كده، فيدباك كومبوننت، ان انا دلوقتي الاوتبوت بتاعي معتمد على الاوتبوت في البريفيوس تايمز. اوكي، فمعنى كده ممكن يطلع لنا حسب بقى الفاليوز اللي موجوده عندنا مضروبه في الواي دي، هنلاقي ان الاوتبوت ده ممكن يطلع باوندد ولا ممكن ما يطلعش باوندد. اوكي، فلو احنا حابين ناخد مثال على كده، ممكن نفكر مثلا في المثال عندنا، مثلا واي اوف ان بتساوي واي اوف ان ماينس 1 بلس اكس اوف ان. اوكي، لو انا عملتها بالشكل ده كده، هلاقي عندي ان الجزء بتاع واي اوف ان ماينس 1 اللي هو الموجود عندي ده كل مره هيزود لي الاوتبوت بتاعي، يعني كل مره الاوتبوت بتاعي هيزيد ريجاردلس الانبوت بتاعي كام. فمعنى كده ممكن اوصل في الاخر ان الاوتبوت بتاعي ده يبقى القيمه بتاعته، لو انا حطيت انبوتس يعني على الاقل بوزيتيف، هلاقي ان دايما الاوتبوت بتاعي ده بيزيد بيزيد بيزيد، وفي الاخر هيوصل ان هو يبقى انفينيتي. اوكي، فمعنى كده ان احنا عندنا، ناخد بالنا ان احنا لو السيستم بتاعنا فاينايت امبالس ريسبونس، يبقى انا متاكد ان هو باوند ان باوند اوت ستيبل، او يكون هو معنى كده ان هو يكون نون ريكيرسيف. لو هو ريكيرسيف، لا اخد بالي بقى ولازم اعمل اختبارات زياده عشان اشوف اذا كان هو هيبقى باوند ان باوند اوت ستيبل ولا ما هواش. كمثال على كده، لو انا عندي اوتو ريجريسيف سيستم بالشكل دوت، هيبقى في عندي كومبوننت اهو، كومبوننت اهي في البريفيس اوتبوت وكومبوننت في الانبوت. الكلام ده زي ما احنا قلنا ده ريكيرسيف، فلو بصينا عليه كده هنلاقي ان احنا لو حطينا الانبوت بتاعنا، او كان عندنا الاتش اوف ان بتاعتنا عباره عن 0.5 تو ذا باور ان، او هنلاقي بمعنى صح ان الاتش اوف ان بتاعتنا بتاع السيستم دوت هيساوي الكلام ده. هنعرف ازاي نحسب الكلام ان شاء الله في المحاضره بتاعت الزي ترانسفورميشن. فمعنى كده لو انا خدت الابسولوت فاليو بتاع الاتش اوف ان بتاعتنا وجمعتها من ماينس انفينيتي لانفينيتي، هلاقي ان الكلام ده في الاخر يطلع له رقم. اوكي، بس عشان هنا في 0.5. اوكي، لو فرضا انا دلوقتي بدل ما حطيت هنا 0.5 كنت حاطط رقم تاني، اوكي، حاطط حاجه تانيه غير لو كان دي واحد فور اكزامبل. اوكي، لو كانت دي واحد، لا هتلاقي الدنيا اختلفت خالص بقى. اوكي، لو حطينا واحد يبقى معنى كده بنعمل سميشن لواحد من ماينس انفينيتي لانفينيتي، عندنا مشكله ان احنا بيسكلي عندنا السيستم بتاعنا يعني بيجمع انفينيت نمبر اوف وانز فيطلع في الاخر بانفينيتي. اوكي، ففي فرق هنا، لو حطينا 0.5 هنلاقيها طلعت في الاخر الابسولوت، السيستم بتاعي بقى ابسولوتلي سامبل، لو هو الاتش اوف ان بتاعتي ابسولوتلي سامبل بالشكل ده، ولو انا حطيت هنا رقم تاني بواحد هلاقي ان ده مش ابسولوتلي سامبل. ففي الحاله بتاعت 0.5 دي هيبقى السيستم بتاعي باوندد انبوت باوندد اوت ستيبل، لو كنت حاطط بدل 0.5 دي 1 ما كانش هيبقى كده، كان هيبقى مش ستيبل.